للمزيد بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد البهواشي الباحث بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس. برحب بك يا فندم. أولا، كيف ترى الجهود اللي بتقوم بها الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية؟ وكل شهر تقريبا أو شهرين بنشوف إن في زيادة في أعداد الأسر اللي طبعا بيتم شملها في برنامج تكافل وكرامة، الدعم النقدي اللي بيقدم لهم. في البداية برحب بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا جهود كبيرة من قبل الدولة المصرية، يمكن في أوقات وقت صعب جدا الدولة المصرية بترسم يعني خريطة الطريق بالوصول بمظلة الحماية المجتمعية لكافة أطياف الشعب المصري. النهاردة بنشوف زيادات بالألاف في هذا البرنامج، الشهر الماضي أو الشهرين الماضيين 123 ألف أسرة، الشهر ده 50 ألف أسرة بتعمل الحكومة على القضاء نهائيا على قوائم الانتظار. فأعتقد أن جهود كثيرة كانت، يعني خلينا نقول أن هي بشكل صريح أن هي تحتاج إلى ملاءة مالية كبيرة جدا، تحتاج إلى دولة لها ظروف اقتصادية يمكن ما تكونش زي مصر. النهاردة مصر بتبني نفسها من جديد، لكن في وسط ما تعانيه من إنشاءات والبناء للدولة وكافة مفاصيلها، لم تغفل الدولة ويمكن بتكلفات مباشرة من سيادة الرئيس فرضت مظلة حماية مجتمعية في برنامج متمثلة في برنامج تكافل وكرامة. واللي أعتقد النهاردة بما نلمسه من جهود متصاعدة في زيادة كل يوم، احنا مش عاوز احنا نقول كل شهر، النهارده بقت في زيادة. احنا الأول كنا بنقول كل ميزانية فيها زيادة في المخصصات، لأن النهارده بقت الأمور بتزداد تصاعديا لتوصيل اللي بنقول أو تخفيف الآثار السلبية للأزمات العالمية عن كاهل المواطن المصري. فأعتقد إن الجهود محمودة من قبل الدولة المصرية، واللي أعطت نموذج لم تفعله دول كثيرة من الدول المتقدمة. لكن النهاردة لهذا البرنامج، برنامج تكافل وكرامة والدعم العيني اللي يصل إلى مستحقيه، أعتقد أنها خطوة جيدة جدا بتبذلها الدولة المصرية. دكتور محمد، إحنا كمان بنشوف أن التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي أصبح ليه دور ودور فعال جدا مع الدولة، والدولة هنا كان ليها بصمة وكان ليها دور في أن هي تفعل دور المجتمع الأهلي بشكل عام. شايف الجهود دي إزاي وزي أثمرت كمان في دعم الأسر الأولى بالرعاية؟ هي فكره التحالف في حد ذاتها يمكن ساهمت ان يبقى في عداله في ايصال المساعدات لمستحقيها. خلينا نقول ان كان في بعض الحالات بتستفيد من اكثر من جهه، وفي حالات لا تستفيد من جهة من اي جهه بالمره. فعشان كده النهارده بقت في قاعده بيانات، بقى في قاعده بيانات بكل حاله وطبقا لظروفها ولدرجه الموجودين في عدد الاسر لحالاتهم في التعليم، من يستحق زياده في الدعم بهذا البرنامج بيزيدوا من المخصصات المخصصة ليه. فأعتقد النهاردة أصبحت في عدالة في توزيع أو إيصال هذا الدعم المستحقين. فدخول هذا التحالف في المنظومة رسميا أعتقد أنه هو جهوده محمودة جدا. طبعا النهاردة بتكلم على أرقام كبيرة، 500 ألف أسرة بيقوم بيها بتغطيتها التحالف، أعتقد أنها جهود محمودة جدا. وطبعا ده كله بنقول ده خطوة في الطريق، يعني اللي احنا ما شاهدناه من تقريبا من 5 مليون و200 ألف أسرة في ضمن برنامج تكافل وكرامة، 500 ألف أسرة ضمن اللي بيغطيهم التحالف. أعتقد مع الزيادات اللي احنا بنشوفها كل شهر دوت بيقول ان هذه الأمور في تصاعد، أعتقد ان هي شيء مهم جدا. وفي وقت طبعا بيعاني منه العالم كله نتيجة الأزمات المستمرة، نتيجة الأحداث الجيوسياسية وما أسفرت عنده من أحداث سياسية أثارت بجميع دول العالم. لكن بيقول ان مساهمة من الدولة المصرية في تخفيف أو عدم إيصال الآثار السلبية مباشرة إلى المواطنين، فأعتقد مظلة الحماية الاجتماعية اللي فرضتها الدولة المصرية على نفسها بتؤتي ثمارها، وبتلزم الدولة المصرية نفسها بزيادة هذه المخصصات كل عام عن الآخر في شكل الموازنة العامة. وبنشوف النهاردة في شكل زيادات بأرقام يعني 50 ألف في الشهر الحالي، 123 ألف في الشهرين الماضيين، أعتقد أن أرقام كبيرة جدا زي ما قلت بتحتاج دولة لها ملاءة مالية وظروف خاصة يمكن لم تتوفر في الظروف الاقتصادية في مصر في الوقت الحالي. لكن الدولة المصرية دائما ما تعطي أولوية للمواطن المصري. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الباحث بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس عفوا.